السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب الجميع يكون دايما بخير. هنكمل مع بعض دلوقتي المذاهب الفكرية الحديثة في مادة النقد المعماري. وقبل ما ندخل في موضوع المذاهب الفكرية الحديثة، عايزك تبص معايا على الكويس ده، تمام كده يا شباب؟ والناصح مننا هيجمع مجموعة الكويزز اللي احنا عملناها على مدار الترم، تمام، ويبدأ إن هو يذاكر منه ويراجعه ويشتغل عليه، على أساس هيلاقي فيه حاجة زيها أو شبه منها في الامتحان الفاينل بإذن الله. طب الكويز إن هو بيقول إيه؟ بيقول إن أنا هختار صورة من 3 صور موجودين قدام عيني ده. لما الصورة إيدي اليمين، تمام، اللي هو تقليد لمبنى فرانجيري المشهور اللي هو مبنى الراقص، أو الصور اللي موجودة عندي في المنتصف، تمام، في النص، اللي هي بتتكلم على تمثال أبو الهول الأصلي والأهرامات اللي موجودة عندنا في مصر، وشبيه ليه اللي موجود في الصين. تمام كده، الصورة الموجودة تحت ديت على الأيدي اليمين ده شبيه أبو الهول، مش صورة أبو الهول الحقيقية. أوكي، فبرضو هعرف أتكلم عليها بشكل نقدي. نفس الكلام هنا، أهوت فيلا الشلالات، وهي أساسا مش موجودة عندي في الصورتين دول، والتقليب بتاعها، التقليب بتاعها اللي هو الصورتين دول. تمام كده، فيلا الشلالات المشهورة المعماري فرانك لويد رايت، تمام كده، المعماري الأمريكي الموجودة عندنا، فكرتها تمام معبرة جدا. فرانك لويد رايت من المعماريين القلائل اللي بيهتم قوي بالطبيعة وبالبيئة. اوكي، فصمم، قدر ان هو يصمم فيلا، تمام، بتواكب وعاملة موائمة مع البيئة المحيطة بيها، تمام كده، فعلى قد ما يقدر مشلش الأشجار، على قد ما يقدر تعامل معاها، هندمها، في نفس الوقت استغل ان في شلال وبدأ ان هو يعمل فيو ليه، وبدأ ان هو يتأقلم معاه. فقوة مبنى فيلا شلالات من كده، ان هو نابع من الطبيعة، وكأنه هو مولود مع الطبيعة، مش جاي مضاف عليها، تمام كده. فكنا اخد نفس التصميم ونفس الكونسيبت المعماري، وان انا احطه في مكان تاني، هدوق الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ان ده يعتبر تقليد لفيلا شلالات. الصورة اللي فوق والصورة اللي تحت تقليد لايه؟ لفيلا شلالات. طب ايه اللي كان مطلوب مني؟ مطلوب مني اختار حاجة، تمام، من دول، او اشتغل عليهم كلهم. اوكي، طبعا كده كده في الامتحان الفاينل بقول لك اشتغل على ده وده. هبدأ ان انا ارسم سكتش، وابدأ اكتب تحتها عنوان، عنوان المقالة. العنوان ده ممكن تكون كلمة، كلمتين، سطر، تمام، يعني مش هيعدي الجملة. نفس الكلام هنا اهوت، برسم سكتش، وزي ما بقول كده دايما السكتش ومجاوبة السكتش عليه نص درجة، وابدأ تحت اكتب عنوان المقالة. نفس الكلام في الصورة الأخيرة، تمام، هرسم سكتش وأكتب تحتيها عنوان المقالة. الفكر ده اللي هو النوع من الأسئلة بالشكل ده هوت، بيجي تحت بند صورة وتعليق، أو صورة وعنوان وتعليق، تمام كده. صورة يعني السكتش دوت، أو الصورة ديت هبدأ إن أنا أرسمها سكتش في لوحة الإجابة. هنقول لوحة الإجابة مش كراسة الإجابة، عشان هيبقى فيها سكتشات ورسومات كتير، تمام كده يا شباب. طب بعد ما هرسم السكتش هبدأ إن أنا أحط ليه عنوان، يبقى ده صورة وعنوان. أمال إيه بقى التعليق؟ تعليق، أوكي، يعني أنا بعد ما هكتب العنوان هبدأ إن أنا أعلق على الصورة دهيت أو السكتش اللي أنا رسمته، أوكي، تعليق مختصر، ممكن يكون في خلال 2 3 4 سطر تعليق مختصر، تمام، بتعرض فيها الفكرة من الصورة دهيت اللي أنت وصلت له، أنت بتناقشه بصورة إيه مختصرة من خلال نقاط، نقاط محددة، تمام كده يا شباب. يبقى صورة بحولها لسكتش، عنوان بحط عنوان مختصر مش هيزيد عن جملة، تعليق يعني أنت بتعلق عليها من خلال بوينتس، نقط، تمام، بحيث إن أنت بتوضح لي اللي أنت فهمته، أوكي، من خلال الصورة دهيت أو السكتش اللي أنت رسمته. طيب ده بالنسبة للصورة والتعليق. لكن لما أجي أقول مقالة، لا، مقالة ده المفروض إن أنا هعرض فيها، أوكي، الـ5 حاجات دول اللي إحنا عارفينهم كويس. إيه هم الـ5 حاجات دول؟ اللي هو عندي العرض والوصف والتفسير والتحليل، بعد كده التقييم والمقارنة من خلال عرض الإيجابيات والسلبيات، بعد كده إصدار الحكم والدلائل، وآخر حاجة عندي التوجيه والإرشاد، تمام كده يا شباب. مش شرط أنا في المقالة بتاعتي أكتب رقم 1 العرض والوصف، أبدأ أتكلم وأحط صور وسكتشات وأشرح، بعد كده أقول رقم 2 التفسير والتحليل، وأفضل أشرح تحته وأحط صور وأحلل. لا، الموضوع يا شباب مش لازم أحط ديت عناوين، بس لازم أكون أنا فاهم الكلام ده كويس أوي، تمام كده يا شباب. ممكن العرض والوصف ده يظهر معايا من خلال مقدمة عامة، وانا احط التعريف ليها او عنوان ليها بشكل يلائم بفكره العرض والوصف. نفس الكلام التفسير والتحليل، مش شرط اكتب تفسير وتحليل واكتب تحتها في المقاله ازاي انا فسرت وحللت، لا، ممكن اختار عنوان
بحيث يوضح فكرة تفسير التحليل، نفس كلام التقييم والمقارنة، نفس كلام إصدار الحكم وتوجيه وإرشاد. فمش عاوزك أنت تتقيد ها بالخمس جمل دول. تمام كده يا جماعة، إحنا عملنا مراجعة للمقالة النقدية صح كده، ولما جينا عملنا مراجعة للمقالة النقدية ما لقيناش الكلام ده مكتوب فيها، لكن ده ظاهر معايا بشكل ضمني. عشان بس دي ملحوظة حبيت إن أنا أنوه ليها، إن في ناس في المقالة النقدية بتاعتهم كانوا كاتبين عرض ووصف وتفسير وتحليل تقييم ومقارنة وهكذا. لا مش شرط أبدا تفصل المقالة تمام من خلال الموضوع الواحد بعناوين مختلفة بالشكل ده، ممكن تحط عنوان بيناسب فكر ومنهجية المقال اللي أنت شغال إيه شغال عليه. تمام كده يا شباب، بس بالترتيب اللي إحنا كاتبينه ده. طيب يبقى ده كده سؤال هتلاقيه موجود عندنا في الامتحان بيتكلم على صورة وتعليق وعنوان، أو صورة وعنوان وإيه وتعليق. خلاص بعد ما خلصنا دهوت أوكي، ده عملناه قبل كده في المحاضرة في الجامعة. نخش بقى لموضوع المحاضرة. موضوع المحاضرة بيتكلم عن المذاهب الفكرية الحديثة تمام كده في مادة النقد المعماري. طيب هبدأ دلوقتي نتنقل تمام من تعريف لتعريف ومن فكرة لفكرة، على أساس إن دوت بيجي سؤال مباشر سواء في المحاضرة دي أو المحاضرة الفيديو السابق. بسأل سؤال مباشر، السؤال دوت من خلال فكر نظري أنت اتعلمته، فهتيجي تحت بند التعريفات. أوكي تعريفات على أساس إن أنت بتعرف يعني إيه نقد معماري، مهام النقد المعماري، أنواع تمام وهكذا زي ما هنشوف دلوقتي. فأصبح دلوقتي المحاضرة دي المحاضرة اللي فاتت هتيجي في سؤال مباشر من خلال وصف وتعريفات، هقول لك لو سمحت تعرف لي كذا وكذا وكذا. طيب نخش في موضوع المحاضرة. ده سؤال ممكن يجي في الامتحان، سؤال بقى عبارة عن ايه؟ ما هو النقد المعماري؟ اوكي ما هو النقد المعماري؟ وخد بالك احنا مش بنحفظ احنا بنفهم، عاوزك بس تفهم الموضوع وتعبر باسلوبك، مش شرط تعبر وتكتب بنفس الكتابة الموجودة عندنا اهو. فده يا جماعة يعني مجرد ايه ان انا بعرض عليك الموضوع وانت بقى ايه تعمق فيه وادرسه واشرح باسلوبك انت. تمام كده يا شباب. طب ما هو النقد المعماري؟ هتيجي تقرا ما هو التكرار المكتوب، يقول لك هو عملية عرض وتفسير الأثر المعماري ومن ثم تقييمه وإصدار الحكم عليه. يبقى الموضوع بتلخص فيه إن النقد المعماري إن أنا ببدأ إن أنا أعرض وأفسر أوكي مشكلة معينة أنا لاحظتها وواجهتها، سواء كانت في الكتلة أو في الفراغ جوه المبنى بره المبنى تمام. المشكلة ديت نبع من تخصصي، أنا عندي وعي بيها ودرستها وعندي خلفية قوية عنها، فببدأ إن أنا أنقد الموضوع ده. تمام كده يا شباب. والنقد ده مش معناه إن كله سلبيات، لأ ده أنا بعرض إيجابيات وسلبيات، لازم الناقد يكون محايد زي ما هنشوف بعد كده. خلاص كده يا شباب. بعد كده علاقة النقد المعماري بالممارسة المعمارية. ده برضه سؤال ممكن يجي في امتحان. هنا بيقول يتم تحديد هذه العلاقة وفقا لإحدى الطرق التالية. في ثلاث طرق إن أنا ممكن أنقد أثناء ما أنا بصمم. زي كده انت شغال في التصميم المعماري وتلاقي زميلك يقول لك لو سمحت خد بالك من المدخل مش متاكد، خد بالك النظام الانشائي ان هو مش باين تمام كده، سواء في بلان او سيكشن او فيجن او 3 دي او غيره. ففي نقد ممكن يحصل اثناء التصميم الايه المعماري، والنقد ده نقد ايجابي نقد بناء. ده ساعات بجيب زميلي اقول له سمحت تعالى كده وايه انقدني، يعني انت بص على المشروع بتاعي وقول لي ايجابياته وايه سلبياته تمام كده، عشان خاطر السلبيات احولها لايجابيات. تلخيص الكلام، يبقى احنا دلوقتي في نقد ممكن اثناء التصميم، في نقد تاني قبل بدايه العمل في الموقع. طبعا كلمه قبل بدايه العمل في الموقع معناها التصميم خلاص خلص تمام كده اهوت ومر مراحل متعدده وخلاص هينزل يتنفذ في الموقع. فقبل ما ينزل يتنفذ في الموقع ممكن ابص عليه تمام وانا موجود في الموقع وابدا ان انا انقده برده، والنقد هيبقى نقد ايجابي تمام كده اهوت. وفي برده ان انا ممكن اعمل مقاله نقديه او ان انا انقد موضوع تمام، النقد ده يحصل بعد الانتهاء من العمل. خلاص يا شباب يعني المشروع خلاص طلع اوكي واشتغل، ممكن كمان اعمل نقد في مرحلتين مختلفين قبل ما يشتغل المشروع على بعد ما يتشطب ويخلص قبل ما الناس تخش وتستعمله، وممكن بعدها سيب سنه تكون الناس دخلت تمام وبدات تعدل على المشروع من خلال مسارات حركه من خلال انت هتلاحظ ان هم مستريحين في مكان تاني مش بيفضلوه، او من خلال استبيان انت بتعمل معاهم استبيان بشكل مباشر، او مقابلات انترفيو مع ناس معينه بعينها وهكذا. يبقى فكره النقد المعماري ممكن تكون اثناء التصميم وقبل بدايه العمل في الموقع وممكن بعد الانتهاء من الايه من العمل. نخش بقى لموضوع النقد تمام، وهل هو النقد للنظريه ام نقد للتطبيق. احنا درسنا في ماده نظريات العماره ان في عندي مدارس فكريه صح، نظريات احنا درسناها زي عماره الحداثه وعماره ما بعد الحداثه وعماره التفكيكيه
والهاي تكنولوجي مش كده، وكتير من المدارس المعمارية اللي احنا درسناها. فأصبح ده كله في مجال نظري، تمام. فالسؤال ان هو هل انت هتنقد تمام النظرية ديت، ولا هتنقد تطبيق نظرية؟ عايزك بقى تقرا الكلمتين دول في حالة وضوح الرؤية في المجال النظري. لو نظري دوت مجال نظري المعماريين فاهمينه والناس كمان متفقين عليه، فبالتالي انت هتبدأ تنقد التطبيق، تمام كده. اقرا كده: اي اتفاق الناقد مع خط الفكر الانتاج المعماري يقوم الناقد هنا بنقد التطبيق نقد مباشر، مش كده، من خلال دراسة مدى تطابقه مع الأسس النظرية لخط الفكر. يعني لما احنا طبقنا الفكر ده، زي مثلا عمارة وظيفية، خدنا فكرها او الفكر بتاعها بدأنا نطبقه في مبنى من المباني، تمام كده. هل هو اتطبق بنفس الأسس النظرية اللي اتعمل من خلال المباني ديت، المباني الوظيفية ديت؟ نفس الكلام التفكيكي، نفس الكلام الهاي تكنولوجي، نفس كلام الحداثة وما قبل الحداثة وما بعد الحداثة وهكذا، تمام. كلاسيك، كلاسيكي وغيره، تمام كده. فالفكرة ده نابع من تبدأ تنقد التطبيق المعماري، هل هو متوافق ومتوائم مع الفكر النظري اللي هو كتير عشان يصمم من خلاله ويتنفذ من خلاله، ولا هو مختلف معاه، تمام كده. الحاجة بقى التانية بقى ان انا بنقد الفكرة النظرية نفسها. هنا مكتوب: اي في حالة عدم وضوح النظرية المعمارية كما هو الحال في البلدان النامية، حيث يتخبط النتاج المعماري ما بين التبعية الفكر الحداثة الغربي وبين خصوصية الهوية الحضرية للعمار، حيث يكون هدف الناقد هنا هو اتخاذ موقف نقدي من النظرية نفسها. بمعنى ايه؟ ان النظرية ديت مش هتنفع ومش هتناسب مع اهل المكان ده، تمام كده. الفكر والموروث الثقافي في المكان ده مش مساعد ان النظرية نفسها تمام تتحط هنا، فبالتالي انا بنقد ان الفكر النظري ده مش متواكب مع الايه، مع الحدث ده او المكان ده، ان المكان دوت ليه موروث ثقافي قديم متوارث عبر الاجيال، تمام، نابع من ظروف اجتماعيه واقتصاديه وثقافيه وتاريخيه وغيره. ففي كده فرق بين الاثنين، ان انا بنقد التطبيق، فمعنى كلمه بنقد تطبيق، تمام، تطبيق نظريه، يبقى انا عندي خلفيه عن النظريه ودرستها كويس قوي، وهنا بنقد ان النظريه نفسها تمام مش متماشيه مع المكان ده، تمام كده. فرق بين الاثنين اللي هو نقد تطبيق ونقد نظريه، تمام. هنخش بقى على حاجه تاني، اوكي. برضو سؤال بيجي دايما في الامتحان، نشوف مع بعض كده اهوت. عدد من هو الناقد المعماري ومن هو المنظر؟ زي ساعات امتحان هجي لك سؤال اقول لك هو الناقد المعماري او من هو المنظر، او ما هو الفرق بين الناقد المعماري والمنظر، ايه دور الناقد المعماري وايه دور المنظر. هل الناقد المعماري بيحط نظريات؟ طب هل المنظر بينقد؟ لا، الموضوعين مختلفين، تمام يعني كده. ناقد معماري يرى كده: الناقد هو الرقيب الذي يتفحص المنتج المعماري ويقوم بعملية العرض والتفسير والتقييم بهدف إصدار حكم عليه، تمام، ثم تقييمه، مثل الذي يترجم من العمارة إلى مفاهيم ومبادئ يمكن مطابقتها مع القيم الجمالية المتعارف عليها في المجتمع. شوف الكلام النظري المكتوب ده هو. يبقى دلوقتي هدف تمام من الأهداف الرئيسية للناقد المعماري ما هو بيعرض، ما هو بيفسر، ما هو بيقول إيجابيات وسلبيات، تمام، وبيوصف في الآخر نتائج وحقائق، أوكي، ويبدأ كمان يعمل توجيه وإرشاد. المنظر مش كده، تمام. المنظر يعني هو بيبدأ يحط نظريات بحيث الأجيال اللي جاية من بعد كده هوت تفهم الفكر دوت من خلال ملامح إيه نظرية. بص كده: يكون بتحويل توجه فكر محدد في فترة زمنية معينة وفي إطار فلسفي إلى نظرية معمارية، كما أنه يسعى إلى وضع الأسس النظرية والقواعد والمبادئ العامة. في فرق كبير بين المنظر وبين الناقد، تمام كده. المنظر بيحط نظريات عمارة، تمام، على أساس ملامح الفكر للمباني المختلفة، بيصيغها في صورة نظريات، زي أشكال فتحات، نهايات مباني، تأكيد مداخل، ألوان، تمام، كتل، فراغات وغيره. أما الناقد المعماري، لا، ده الناقد المعماري ده هو بينقد، تمام، على حسب بقى، بينقد الفكرة، بينقد العمل، بينقد الكتلة، بينقد الفراغ، داخلي، خارجي، تمام. ففي فرق ما بين ناقد معماري ومنظر، تمام كده يا شباب؟ عرفنا الفرق بينهم هو ايه؟ طيب، خش بعد كده على حاجة تانية، ما هي الشروط التي يجب توفرها في الناقد المعماري؟ الناقد ده احنا بنتكلم عليه، ايه الشروط اللي المفروض يكون متوفرة فيه؟ رقم واحد: الذوق، تمام؟ القدرة على إدراك وتقدير وتمييز المواصفات الجمالية وهي توجب بالفطرة، تمام؟ وبحاول إن أنا أنميها، حتة الإيه؟ الذوق. بعد كده الثقافة، هي شرط أساسي يمكن اكتسابه في تحصيل المعرفة في العمارة. كالمرة دايما واحد يكون صبور، لازم واحد ينزل ويتدرب، لازم الناقد يعمل معايشة للمكان في أوقات مختلفة، في النهار وبالليل،
تمام، في الخريف، في الصيف، في الشتاء، في الربيع، وقت ما يكون في ذروة الناس كلها مجمعة فيه، وقت ما يكون الدنيا فاضية، تمام كده. يعني لازم النقل المعماري ينزل المبنى في أوقات مختلفة، تمام، على مدار اليوم الواحد، وفي مواسم كمان إيه مختلفة، تمام كده يا شباب. يبقى دي الشروط التي يجب توفرها في الناقد المعماري. طبعا يجب أن توفر لدى الناقد، ده هتلاقيه في كتير من الكتب، زي الكتاب الخاص بالأستاذ زكي نجيب محمود، رقم واحد المعرفة والثقافة، رقم اتنين الحس والتذوق الفني، رقم تلاتة الرؤية الموضوعية، وعدم وجود حكم مسبق، تمام كده يا شباب. طبعا الكلام ده متكامل مع الكلام ده، أنا بتكلم على شروط الثقافة المرام، نفس الكلام أهو، معرفة والثقافة اللي هي الثقافة، الحس والتذوق أهو اللي هو الذوق، الرؤية الموضوعية، وعدم وجود حكم مسبق اللي هي فكرة الصبر والتدريب الطويل وهكذا، تمام كده يا شباب. نفس المفهوم هو موجود، زي ما بقول كده احنا مش بنحفظ، احنا بس بايه بنفهم. طيب لو انت شايفين كده، يعني انا عاوزك في الامتحان تحاول تعمل دايجرام زي كده واشكال عشان تبسط المواضيع، ما يبقاش الموضوع كله نظري بالشكل ده. يبقى كده تفسير المبنى، توجيه وارشاد، دي سكتش المبنى، هنا الناقد المعماري، اوكي، هنا بتتكلم على المعماري، بتتكلم على مصممين ديزاينر وهكذا، تمام كده يا شباب. يعني هو الموضوع ان انا بحاول على قد ما اقدر ارسم مجموعه سكتشات دايجرام على اساس ان الموضوع يتبسط لاي حد بيقرا المقاله ديت او بيشوف الحل بتاعي. اوكي كده يا شباب. طب نشوف بقى السؤال اللي بعده. الحاجه الى النقد المعماري، هتلاقي ان في جمعيه او رابطه ظهرت معايا في المكسيك سنه 1978 اللي هي سي اي سي اي، حاولت ان هي توجه الناس وبتشجع يبقى في عندنا اكتر من ناقد خصوصا في مستوى العمارة، على أساس إن هو يصحح المسار، على أساس إن هو يبقى فيه إيجابيات وسلبيات بيعرضها، وفي إن أنا بدور دايما على الكمال، بدور دايما على إيه الأفضل الأحسن. ففكرة النقد المعماري هتلاقي في جامعات ظهرت تمام على مستوى العالم بتدعم ده، عشان إحنا افتقدنا لده، خصوصا كمان مع كثرة الفكر النظري، خصوصا كمان في القرن اللي فات، في القرن العشرين، تمام كده؟ لا يقاد أفراز التجارب الحاجة إلى النقد المعماري في النصف الثاني من القرن العشرين لأسباب التالية: كثرة التوجهات المعمارية، تمام، حيث أن كثرتها تؤدي إلى حالة من التشتت والفوضى زي إحنا بنقول دلوقتي، كثرة التوجهات المعمارية المختلفة اللي إحنا بندرسها من أول ما تخش قسم عمارة لحد سنة رابعة، ده أدى إن التطبيق ظهر بأشكال مختلفة، وبقى فيه فكرة استعمال الأشكال المعمارية دون الدراية الكافية بمعانيها. تمام، فده كان دور بقى النقد المعماري ان هو يصحح الوضع ويصحح المسار ويقول ده ملائم ولا لا، والفكر هنا صحيح ولا لا، تمام وهكذا. بقى الكلام دوت دخل في نطاق الحاجه الى النقد المعماري. التغيرات الخاصه في مسار العماره، تمام، هنا بيتكلم على العماره الغربيه والتحول اللي حصل ليها، ولان في افكار مختلفه، يعني الترجمه دي ترجمه لحد ما ممكن تلاقيها مختلفه من كتاب للتاني، فكره ستايل، تمام، اللي هي بتهدف إلى تقليد صفات نماذج جمالية عائدة لفترة زمنية معينة اللي هو الطراز. فكرة الأرت نوفو دي كانت من أشهر المدارس اللي ظهرت معايا في القرن اللي فات، هنا مكتوب الإبداع تأثر بفلسفة الجمال حيث تحررت العمارة من تقليد النموذج المتعارف عليه في القرن الثامن عشر، وبدأت تسعى لارتقاء لمستوى الفنون قد بلغت ذروتها في بداية القرن العشرين، تمام. أرت نوفو مختلف شوية عن ستايل، ده درسناه في نظريات العمارة. أرت نوفو لحد ما كان بيدعو كل حاجة تعمل بحرفية من خلال ناس متخصصة متمرسة للمهنة ديت، وكانش بيستعمل آلات كتير عكس الستايل، تمام، الطراز اللي هو معتمد على إن في عندي آلة وإن في عندي فكر معين نابع من طراز معين مدروس، تمام، مش بناس عندها القدرة الحرفية، أوكي، مش زي الأرت نيفو إن هو شغل زي في الواجهات أو في المبنى من الداخل، معتمد أكتر على الناس اللي عندهم القدرة على الإيه؟ على النحت وغيره. طيب نشوف، احنا كده شفنا رقم واحد النقل، تاني اتنين الابداع، رقم تلاتة الفكر، تمام، conceptual architecture ده بيعتمد على العمارة ذات الطابع الفكري، تمام، بتطبع فكر معين من خلال النظرية المعمارية، المذاهب الفكرية أو العمارة تعتمد على الوظيفة والفكر، ده برضه مدارس معمارية ظهرت معانا في القرن الإيه العشرين، دي برضه تعتبر مرحلة تالتة، أوكي، برضه من إيه بنتكلم عليها. دور النقد المعماري في تقويم النتاج ده حاجة في غاية الأهمية، ودي حاجة أساسية، فكرة اللي هو النظريات المعمارية، النتاج، الرأي العام، ترجمة وتفسير، النقد المعماري، تقييم وإصدار الحكم، تمام؟ النقد المعماري
هيترجم ويفسر، اه هيقيم الظرف ويصدر حكم طبعا، تمام، هيراعي الرأي العام، اوكي، هيحلل من خلال النتاج المعماري، اوكي، هيبقى عنده رؤية كاملة بالنظريات المعمارية برضو، اكيد، تمام كده يا شباب. يبقى ده داخل في دور النقد المعماري وداخل في فكرة ثقافته، تمام. لازم كل يوم يقرأ ويتابع، تمام، الأحداث، ويعمل زيارات للأماكن دهيت عشان يقدر يفسر العمل دهوت، ويقدر يتكلم، تمام، ويدي يكتب رأيه، آه، بس ما يكونش رأي شخصي، رأي نابع من التحليل والتفسير والعرض، تمام، والمقارنات وعرض السلبيات والإيجابيات وهكذا. طيب، مهام النقد المعماري، دي برضه موضوع في غاية الأهمية وممكن يجي سؤال في الامتحان، إيه هو مهام الناقد المعماري؟ تلخص مهام النقد المعماري في رقم واحد، تفسير العمل المعماري. إن أنا أفسر العمل المعماري بلغة بسيطة مفهومة لغير المتخصص، تمام كده؟ ده مهم. إن أنا أبقى خاطب مين؟ يفضل إن أنا أخاطب العامة، فلغتي تبقى تمام، وفكري وطريقة كتابتي تكون بسيطة، عشان الشخص، تمام، إلى حد ما ثقافته أو علمه ودرايته بالشيء ده هو مش كاملة، أنا وصلت له الموضوع عشان توصل له المعلومة بأبسط ما يكون، وده دور الناقد الإيه؟ المعماري. رقم اتنين، تطوير وإيضاح العمل المعماري، وذلك من خلال مساعدة المعماري المهني على فهم الأسس النظرية لعمارته، ده برضه دور الناقد المعماري، إن حتى المتخصص هو بيحاول يساعده، تمام كده؟ توضيح المعايير النقدية للتقييم وإصدار الحكم في العمل أو المنتج المعماري. رقم ثلاثة، تصدي للعناصر الدخيلة والغريبة، تمام؟ على العمل أو المنتج الإيه؟ المعماري. بشكل عام كده هتبقى الناقد المعماري ليه دورين في غاية الأهمية، بيخاطب بيها عامة الشعب، تمام، أو بيخاطب بيها الجمهور المستعملين، وبيخاطب كمان بيها كده المتخصص، تمام، المعماري الدارس الفاهم الواعي، أوكي كده يا شباب. يبقى ده دور الناقد الإيه؟ المعماري، إن هو بيخاطب جميع الإيه؟ المستويات. طيب، هنخش بعد كده على فكرة، ها، شروط النقد المعماري. شروط النقد المعماري ممكن يجي سؤال في الامتحان، لازم النقد اللي انا بعمله يكون موضوعي، يكون فيه موضوعيه. رقم اتنين، شموليه. رقم تلاته، المرونه وامكانيه التطوير. موضوعيه زي ما احنا شايفين كده على النقد، ضروري تجاوز قناعاته الفكريه ومفاهيمه وتوجهاته المعماريه، بس ان كل ناقد معماري تحيزاته، وذلك فمن الافضل ان يكون واعيا له، تمام كده. فكرة ان هو الموضوعيه ان انا اكون موضوعي في الكلام اللي بقوله، اكون انا مش متحيز لحاجه معينه، تمام، ومغمض عينيا، ما ينفعش الكلام ده، لازم لحد ما اكون انا موضوعي في كل كلمه، تمام، انا بكتبها، وفي رايي دايما بعتمد على رايي، تمام، يكون نابع من راي الناس او العامه، او نابع من، تمام، مستندات فكرية، إن أنا بقول والله ده النظرية بتقول 1 2 3 4، فده مش رأيي الشخصي، ده رأيي، تمام، النابع من دراسات النظرية، أو نابع من جمهور، أو نابع من المستعملين، تمام، وهكذا. طب الشمولية، بمعنى عدم إعطاء الأهمية لعمل واحد فقط، تمام، من عوامل العمارة دون اهتمام بغيره من العوامل. فكرة الشمولية برضو حاجة في غاية الأهمية. فكرة الشمولية إن أنا ما زي ما انقدش الواجهة المعمارية وأسيب المحتوى الداخلي، تمام، او ما اخش في الانتيريو ديزاين اتكلم في ناحيه جماليه واسيب الوظيفه الفعليه وهكذا. فكره الشموليه انا هتكلم على كله، تمام، دراسات بيئيه اتكلم عليها، ناحيه جماليه اتكلم عليها، عناصر بيئيه اتكلم عليها، وحلول بيئيه مختلفه، الوظيفه، تمام، المعايير التصميميه، اوكي، وهكذا. ففكره الشموليه ان انا مش بتكلم على حاجه بعينها واغفل عن الباقي، انا لازم اكون موضوعي، تمام، وكمان بتكلم بناحية شمولية بجمع فيها كل المعايير اللي أقدر أتكلم عليها، بحيث إن أنا أوضح للمتلقي الأفكار، تمام، جايز يكون المعماري ناجح في حاجة على حساب حاجات تانية. طيب، ثالثا، المرونة وإمكانية التطوير، حيث وضع النقد صلة متساوية بينه وبين أصول اقتصادية واجتماعية من ناحية إيه، والأشكال الفنية والأدبية من ناحية إيه أخرى. المرونة وإمكانية التطوير، الكون يا شباب كله متغير، تمام، وكل يوم في جديد، فلازم انا احط في الاعتبار حاجه زي كده، ان انا بتكلم من منطلق السنه اللي احنا فيها، تمام، الله اعلم بكره في ايه، فما ينفعش ان انا اجزم باشياء الله اعلم في المستقبل هتبقى شكلها عامل ازاي، حتى الاجيال اللي جايه في المستقبل مختلفين عننا حاجات كتير. الفكره ديت في غايه الاهميه، انا دايما في النقد المعماري بتاعي في المقاله النقديه يكون في فكره المرونه، وان في المستقبل الموضوع دوت هيبدا يتغير، تمام، بناء على التطورات اللي بتحصل حوالينا، تمام كده يا شباب. دي برضه نقطة في غاية الأهمية.
يبقى عندي الموضوعية الشمولية وفكرة المرونة وإمكانية التطوير المستقبلي. طيب أنواع النقد المعماري، تمام، عندي فيه نقد معماري كلاسيكي، أوكي، يعني إيه كلاسيكي؟ أوكي، يعني فيه نسب مدروس كويس، حاجة قديمة زي ما أنتم شايفين أهوت. هو بيقول لي إن النقد المعماري كلاسيكي إيه رأيك يعني تاخذ هذا النقد طبيعة تحليلية، بمعنى أن العمارة تحلل إلى جوانب متعددة فيدرس كل جانب منهم دراسة تحليلية علمية، تمام، على حدة، وبعدها يتم تجميع كل هذه الجوانب أمام الحصول على تصور كامل، فهي تعتمد على تجميع الأجزاء الصغيرة بشكل ميكانيكي للحصول على الصورة الشاملة. يبقى نقد كلاسيكي هبدأ إن أنا أنقد كل حاجة لوحدها، إنشاء لوحده، البيئة لوحدها، الاقتصاد لوحده إلى آخره، في الآخر أنا بنقد الإيه؟ المبنى. زي ما إحنا قلنا كلمة نقد مش بس عرض سلبيات، عرض سلبيات وإيجابيات، يبقى كده بتكلم من الجزء للكل، تمام؟ كل حاجة الحاجة نفسها الكبير. أهداف النقد المعماري الكلاسيكي زي ما أنتم شايفين، تقييم العمل على أسس متعارف عليها، تصنيفه من حيث الطراز المعماري، مقارنة العمل المعماري من حيث القيم الجمالية حسب مفهوم الكلاسيكي، تمام، دراسة تحليل العمل المعماري، إصدار حقوقية تمثل النتائج التي تظهر في المرحلة النهائية بعد المرور بجميع هذه المراحل. ده يا شباب بيندرج تحت بند الإيه؟ النقد المعماري الكلاسيكي. تمام كده، هنشوف بقى السلايد اللي جاي مختلف، هنشوف بقى النقد المعماري الحديث. النقد المعماري الحديث زي ما احنا شايفين، اوكي، عكس النقد المعماري الكلاسيكي، الى كده سطرين الاخر، ومن هنا قد اصبح هدف النقد الحديث البحث عن هذه الكليات المعماريه وتشخيص ابعاد وجودها، تمام، جاي من الكل الى جزء. نقول تاني، النقد المعماري الكلاسيكي جاي من الجزء للكل، أما النقد المعماري الحديث جاي من الكل، أوكي، الجزء من الكبير للصغير، ها، من المبنى كمبنى، أوكي، وهبدأ أتفرع منه إنشاء بيئة اقتصاد إلى آخره، مش هبدأ بالإنشاء والبيئة اقتصاد عشان أوصل للمبنى، أنا هبدأ بالمبنى كمبنى، ده بقى الكل، وأطلع منه على إيه؟ على الأجزاء المختلفة اللي أنا هبدأ أدرسها. هدف النقد المعماري الحديث تبني فكر، تمام، واضح مترجم لأسس نظرية بيعكس النقد بدوره وفق رؤيته الخاصة، تحليل أعمال معمارية وفق أسس نظرية، تمام، مع استعانة بالتقنيات الحديثة، تأكيد استعمال مناهج النقد المعماري الحديث، توضيح الثوابت والمتغيرات بين المنتج المعماري، تكوين صورة متكاملة للعمل المعماري، استخلاص الفكر الكامل بالمنتج المعماري، وهكذا. ده كله ده تحت بند الفكر المعماري الحديث المتطور، تمام، اللي بيراعي بعد التكنولوجيا الإيه الحديثة. تمام كده يا شباب، في عندي نقد معماري كلاسيكي قديم، نقد معماري حديث، اللي فات كان من الجزء الى الكل، اما دوت من الكل للايه الجزء. ده جراند بيوضح الفكره ده. طيب مناهج النقد المعماري، تمام، طبعا الموضوع في منتهى الاختصار، في عندي نقد معياري، في عندي نقد تفسيري، وفي عندي نقد وصفي. وصفي لمكونات المبنى، تفسيري نوع المبنى، معياري زي احط فيه معيار زي معيار الجوده، معيار الحراره، الرطوبه، الى هكذا، تمام، تصنيف على حسب مدارس النقدية، في عندي مدرسة التحليل والنقد النفسي، في مدرسة النقد الاجتماعي والمركزي، مدرسة النقد الظاهري والوجودي، تمام، في عندي مدرسة النقد الشكلي البنيوي، في عندي مدرسة النقد الثيمي الجذري، في مدرسة النقد الرغماتي الوظيفي، وهكذا. ماشي، في مجموعة مسميات صعبة شوية، إن شاء الله في مننا هيبدأ يدرس دراسات عليا، يخش إن شاء الله يعمل كده تمهيدي ماجستير. تلاقي في مادة اسمها نقد معماري هتلاقيها بدأت تكمل على كل اللي احنا بنقوله ده، لحد بس المرحلة اللي احنا فيها عاوزك تعرف يعني ايه نقد معماري، ملامح النقد المعماري، أهداف النقد المعماري، الفرق بين النقد المعماري والمناظر، وهكذا، تمام؟ على أساس إن شاء الله لما تيجي تعمل نشاط عليا بقى هتتعمق المدارس الفكرية المختلفة، المدارس النقدية المختلفة، تمام؟ اللي احنا نقول أنواعهم دلوقتي بقى. تمام كده يا شباب؟ زي ما احنا قلنا كده النقد دوت ما ظهرش بس في العمارة، هذه ظهر معانا في الأدب، ظهر معانا في باقي العلوم، تمام؟ فده توجه عام عند المجتمع، توجه عام عند المجتمع في كل مجالاته، ها؟ في الأدب، في الشعر، موسيقى، في العمارة، وهكذا، تمام كده يا شباب؟ طيب، احنا كده خلاص خلصنا المزايا بالفكرية الحديثة، على قد ما أقدر حاولت ألخص لك الخطوط العريضة، على قد ما أقدر كلمت بوينتس معينة. على قد ما اقدر حاولت اعمل دياجرامز، تمام، اشكال مختلفه على اساس ان انا ابسط لك المعلومه. النقد المعماري لما تيجي تقرا فيه هتلاقي كتب وكلام كتير قوي قوي قوي، ممكن تستفيد فيه زي ما انت عاوز،
المهم تفهم عندي يعني ايه بدايات نهض معماري، ان يكون عندك قدرة انك تعمل تحلل، تمام، صورة، تختار عنوان مناسب، تكتب تعليق مناسب، تمر بمراحل النقد المعماري من خلال مقالة نقدية، تمام، من خلال مشكلة فعلية موجودة في أرض الواقع، إن أنت تقدر تعمل موضوع نقدي، تمام كده. وده الحاجة الأخيرة اللي إحنا بنتكلم عليها، وده هيظهر معانا إن شاء الله من خلال من خلال اللي جاي. شكرا ليكم يا شباب، يا رب نهاركم استفدنا استفادة كبيرة من خلال المسائل الفكرية الحديثة. شكرا ليكم، أشوفكم دايما على خير، دكتور كمال الجبلاوي.